هسألك سؤالك يا كابتن هشام، ولو يعني سؤال صعب، عايز اسال حضرتك، لما كنت بتلعب في النادي الاهلي هل يعني صدفه الظروف ان يكون في ظرف نفس الظرف الحالي اللي موجود في النادي الاهلي حاليا لما حضرتك كنت بتلعب؟ اه طبعا طبعا. بس اتعاملتوا بقى ازاي؟ انا عايز اعرف يا كابتن هشام، عايز اقارن وعايز اعرف ازاي اتعاملتوا، ازاي انتوا كنتوا مع بعض فريق واحد روح واحده، مدير الفني ازاي اتعامل معاكم، ازاي خرجتوا من الظروف الصعبه اللي انتوا كنتوا فيها، ودايما يعني زي ما كنتوا معودينها دايما على البطولات فضلتوا ماشيين في الطريق. بص، الموضوع ده حصل معايا مرتين، في بدايه حياتي مع الفريق الاول، وفي قبل ما اسافر والعب في تركيا وارجع العب في مصر تاني. اول حاجه كان في بدايه حياتي، كانت في يعني سنه 93 94، وكان في دروب في الفريق، والزمالك كان متقدم على النادي الاهلي فرق 11 بونت، والاهلي اخذ الدوري بفرق 7 بونت. فانا طلعت في توقيت صعب، يعني توقيت صعب طبعًا جدا طبعا يا كابتن طبعا، على الرغم ان كان في لعيبه جامده جدا 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 ولعيبه كتير قوي في وسط الملعب، لان طريقه اللعب هي اللي حكمت ان يبقى في لعيبه كتير في وسط الملعب، ده اللي فرق غير دلوقتي. طريقه اللعب بتساعد ناس كتير جدا انها تلعب. فانا كان بالنسبه لي طريقه اللعب كانت 3 5 2، فانت عندك 3 سوبرات بالليبرو، عندك 2 باك يمين وباك رايت باك ليفت، 2 من ضمن التشكيله بتاعت نص الملعب، فبقى عندك 3 بس هم في وسط الملعب، 2 ديفندر واحد قدامهم. صح. فانت كان العدد كان ما شاء الله كبير قوي، يعني كنا بنتكلم في حوالي 12 13 14 لعيب في وسط الملعب، وكلهم ما شاء الله نجوم نجوم. وكان في كبوه النادي الاهلي، بقول لك فرق العدد النقاط، ولكن يعني الفريق الكبير بقى اللي هو بيبقى عايز ياخد بطوله، دايما في لعيبه كبار عندهم شخصيه، تمام، هم اللي لموا الفرقه. صح. لمونا، وكنا كل تمرينه، والله بجد يا عمر، كل تمرينه كنا يا اما عند كابتن شوبير في البيت بنتغدى بعد التمرين، يا اما عند كابتن علاء صادق، يا اما كابتن خطيب كان بيعزمنا في بره في المطاعم يعني المجاوره للنادي الاهلي، يا اما عند اي حد لازم بنتجمع بعد كل تمرينه، نتجمع ونروح كلنا مع بعض نقعد نتكلم في الكوره، عايشين كوره. يعني احنا كنا عايشين كوره، على الرغم ان المفروض دلوقتي الكوره يعني تقدمت في حاجات كتير جدا واحترافيه اكتر يعني، ولكن احنا كنا عايشين ان احنا بنروح النادي قبل التمرين يا عمر بساعتين. بص يا كابتن، الهدف ده لا لا لا. مين اللي جاب الهدف ده يا كابتن هشام؟ ده ايه؟ مين صاحب الهدف ده؟ دي في بداياتي، مع ان انا لاعب قبل البطوله دي حوالي 16 مباراه في الدوري، بس يمكن دي اشهر حاجه بالنسبه لي يعني، او اشهر حاجه اللي سمعت مع الجمهور يعني. انت بتتكلم كابتن صالح سليم. طب انا عايز اعرف السر يا كابتن، ايه سر البكاء بعد الهدف؟ يعني كابتن هشام تأثر هي فعلا ليه؟ سر. بص الاثنين مين اللي معاه يعني، انت بتتكلم في حسام ابراهيم، كابتن حسام وكابتن ابراهيم، يعني عايز اعرف يا كابتن ايه سر التأثر النفسي؟ اكيد يا كابتن هشام كان عليك ضغوطات، وكان الهدف جه في وقته، وكابتن هشام الهدف ده فرق معاه، او البطوله دي كانت يعني، كابتن صالح الله يرحمه يعني، يعني كفايه ان هو بس موجود في ارض الملعب بيتفرج، لكن يا كابتن هل كنت بقى في ضغوطات الفتره اللي فاتت، وكان كابتن هشام هدف يعني كان جه في وقته وكان ليه سبب، وكان سبب في انطلاقه الكابتن هشام حنفي بعد كده مع النادي الاهلي؟ انا دايما عندي روح التحدي يعني، طبعا انا عندي روح التحدي في كل حاجه يعني، يمكن انا انت عارف ان انا كان معاشرتني كتير، فانت عارف ان انا عندي من صغري روح التحدي في كل حاجه يا عمر يعني. طبعا. انا كل حاجه ما بتجيليش سهله يعني، انا من الناس، لان انا انت عارف، يبقى انت عارف في جيلك لعيبه كتير طبعا، فبتقعد بتبص لزمايلك على يعني ايه، ان انت مثلا واحد طلع في رياضه وانت ما طلعتش، فانت دايما صح. بتبقى في روح المنافسه وروح التحدي، فانا التحدي ده كان عندي من الاول، ان انا ازاي اطلع الفريق الاول، لان انا قبل ما اطلع الفريق الاول اتهمت يعني، الناس قالوا لي انت هتلعب ازاي، ده 15 لعيب في نص الملعب اجمد من بعض، انت هتلعب ازاي؟ مين الاسامي يا كابتن اللي كانت موجوده في وقت لا. حضرتك؟ اهو يعني كابتن رضا عبد العال، مجدي طلبة، عادل عبد الرحمن، عبد الجليل، عمرو انور، وليد صلاح، اسامه عرابي، ياسر ريان، احمد فهمي الله يرحمه، جمال مساعد، تامر حفني، جورج ارثر كان من افريقيا، فانت بتتكلم في عناصر لعيبه كوره جامده قوي في الوقت ده، فعشان تطلع انت تاخد مكان حد ده كان صعب جدا جدا. وفعلا انا ما كنتش عازر يعني، انا كنت عازر قصد المدرب واللي كان موجود ساعتها في الوقت ده، مش عايز اقول اسمه طبعا يعني، لكن هو كان فيه خواجه وكان فيه مساعد يعني، فاحنا كنا جايين من منتخب 19 سنه على الفريق الاول. قال لي طب انا اعادلك مين عشان انت تلعب، وصح يعني. قلت له انا هفرض نفسي عليك. لا قلت له انا عايز فرصه، مش يعني في ماتش ودي، ما في لعيبه، اللعيبه الدوليه او اللعيبه الكبيره لما بتروح منتخب انت بتبقى محتاج من العناصر اللي تحت الناشئين تبقى موجوده، واحنا كنا الفرقه الاخيره اللي تحت الفريق الاول، فمحتاج فرصه بس انك تلعب معاهم، عشان لو انت حتى مشيت من النادي الاهلي تبقى ماشي رايح حته كويسه يعني.
فمحدش كان بيبص علينا خالص يعني. فجي مستر ألان هاريس هو اول من صعدني يعني، الراجل الانجليزي المحترم. احنا كلنا كنا بنتمرن في النادي الاهلي في الزمالك اللي هو في الجزيره، في الجزيره. فطبعا كنا كلنا بنلعب على ملعب مختطتش، فهو يا اما قبل الفريق الاول يا اما بعد الفريق الاول، فكان الناس بتتفرج عليك. فالراجل ده كان بيجي النادي من الساعه 8 الصبح يتفرج على قطاع الناشئين كله، بجد مش هزار يعني. كان بيتعب قوي عشان يتفرج على الناس وعايز يطلع لعيبه الفريق الاول يعني. فهو شافني في ماتش اهلي وزمالك بس، فقال لي انت هتبقى في الفريق الاول. كان مقتنع بيك يا كابتن؟ مقتنع من اول لحظه شافني فيها. من اول لحظه، مع ان انا طلعت الفريق الاول ونزلت يعني. هم نزلوني وقالوا لي مش هينفع عشان العدد، وانا كنت عازر طبعا اكيد، ما انت بتتكلم في 30 لعيب فوق وطالع له ناشئين كمان، فمش هينفع. فنزلنا تعب. ففي النهايه لا يعني، يعني هو اداني فرصه بشكل قوي جدا 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 يعني. طيب.